أول شيء هي اليوم سوينا حبينا أنه نقدم فشي للأيتام، وحبينا أنه نفرحهم ونسوي لهم فقرات هي صح بسيطة، بس فشي على الأقل أنه يحسون أنهم ما منسيين، لأنهم هم شريحة بالمجتمع، لأن تعرفهم أيتام، وإحنا خاصة اختارينا مو بس أيتام أب أو أم، أيتام الأم والأب همين. فاستضافينا منظمة اليو بي بي اللي اجى حضر بيها المهرج الايطالي، سوى فقرات يعني فقرات فعاليات سحر ويعني مهرج، وبالاضافه انه حضر والهلال الاحمر همين راح يقدمون اكو فعاليات دعم نفسي راح يسووها للاطفال، وراح حضر بيها همين تكفل استاذ ياسر مدير مدينه العاب الموصل بالعاب للايتام. فأتمنى أنه كل الميسورين الحال، ما نقول المسؤولين لأن المسؤولين أصور ناسين الأيتام أصلا، يعني هم أتمنى من الميسورين الحال، لأنه هو صدق ما يكلف شيء، يعني إحنا من فكرنا أنه نسوي فقرة للأيتام ومبين لهم إحنا مناسيهم، ما كلفتنا شيء، يعني هو رب العالمين ترى هو اللي سهل للموضوع. يعني حضرنا اليوم باحتفالية للأيتام من قبل الست شدة مديرة منتدى ثقافي في مع الشرطة المجتمعية وبالتنسيق مع منظمة دعم منظمة جسر يو بي بي، وكان هناك أطفال و كانوا فرحانين، يعني أطفال كلهم طبعا أغلبيتهم أيتام أكيد. إحنا والسيدة المحافظ طبعا ممكن تشوفون دائما يعني أهم فقرة عنده دائما يزور الأيتام ويطلعهم، ويعني عنده فقرات كثيرة، وحتى أحيانا يعوف يعني مشاغله ويطلع مع الأيتام اللي موجودين بالدار الأيتام لأجل أنه يعني يحسسهم بسعادة ولو للحظات، مثل ما يقولون، لأن فاقدين قسم منهم فاقدين الأبوين، قسم منهم فاقد الأب الواحد أو الأم. فهناك كان يعني دائما عنده التفاتات بهذا الموضوع، وحتى إحنا وكل المسؤولين أكيد عندهم يعني اهتمام ورعاية خاصة لهذه الشريحة. هذا اليوم أقام مركز الإرشاد المجتمعي مبادرة جميلة في الترفيه عن الأطفال الأيتام في محافظة نينوى، وعلى هذا الأساس وجه السيد مدير الفرع بتوجيه فريق الدعم النفسي للهلال الأحمر العراقي فرع نينوى للحضور في هذه المبادرة، ومستصحبين معنا 70 هدية مقدمة من الهلال الأحمر العراقي إلى الأطفال الأيتام. هذه الشريحة مهمة جدا، ولا توجد السعادة أكثر من إدخال السرور على قلب الأيتام، على قلب طفل يتيم. الهلال الأحمر لديه بصمة إنسانية في كل نشاط وفي كل وقت وعندما تكون الحاجة إليه. كانت هناك احتفالية لعدد من الأطفال الأيتام وعوائل الشهداء. طبعا شركة مدينة ألعاب الموصل قدمت هدايا الأطفال بهذه المناسبة. طبعا نسأل الله العلي القدير أن يدعى يعني يمد العون لهذول الأطفال، هؤلاء الأطفال الأيتام. وطبعا المركز كان طبعا على طول سباق بهاي الفعاليات، قمنا بدعوتهم إلى الشركة لطبعا استخدام الأجهزة تكون مجانا من قبل الأطفال الأيتام. هاي الشركة كعادتها يعني منذ تأسيسها كانت مفتوحة للأيتام وعوائل الشهداء وأيضا الرعاية الاجتماعية.